نمشيو نوصلوا معاك. اييه دونك عندنا واحد القضبان ديال الحوت اللي هما ساهلين غير بطريقه ماشي جديده مي طريقه احسن وصحيه اكثر. انا غنحاولوا انا غندير واحد كيلو ديال الحوت ابيض. حاولوا ناخذ الحوت يكون جيد. كيلو ديال الحوت ابيض. وبالنسبه للماغينات ديالو غنحتاج واحد ربع كاس ديال زيت العود. ايه عصير ديال الحامضه. سته ديال رؤوس ديال الثوم محكوكين. ايه ربع معلقه ديال الملح. ربع معلقه ديال البزار. وربع معلقه ديال الكمون. وغنحتاجوا العويدات ديال اليزير. غنرقدوا هاد الحوت ديالنا فهاد لا ماريناد تقريبا نص ساعه حيت الحوت دغيا كيشرب ماشي مشكل يعني ماشي بحال الدجاج نخلوه مده اكثر. نرقدوا هاد الحوت ديالنا فهاد لا ماريناد نص ساعه او ساعه فهاد الشرموله. ونحاولوا ندخلوهم لهذاك العويدات ديال اليزير اللي غيكون الطول ديالهم تقريبا 15 سنتيمتر. يعني نشدو عويدات اليزير نقطعوهم نقادوهم بحال قطيب ما يكونش طوال بزاف ونحاولوا ندخلوا هاد الطريفات ديال الحوت ديالنا بشكل عكسي يعني بحيث اليزير يكونوا الوريقات ديالو كيشوفوا الا طلعنا الحوت ديالنا الوراق يبداو يشوفوا الفوق حيت درناهم بالعكس ملي غندخلوا الحوت غادي يطيحوا لنا الوريقات غيمشيو. احنا محتاجين باش يبقى لنا ذاك المنظر ديالهم ويعطينا المذاق ديالهم. انا كنستعمل هاد الطريقه ديما وما كنديرش نهائيا الشرموله سناء. كندير شويه ديال زيت العود وشويه الملح وشويه الحامض والمذاق كيجي هائل فعلا. غير اليزير بوحدو كيعطينا واحد المذاق هائل للقضبان. وكنتفاداو نستعملوا قضبان او اي حاجه اخرى. وصدقين لا استعملوها النساء غيبداو يديروها للدجاج غيبداو يديروها لاي حاجه ما غيبقاوش يستعملوا نهائيا القضبان ديال ديال طريقه ذكيه من عندك تبارك الله عليك. هذاك عويدات ديال اليزير ربي يخليك سناء حبيبه. وكنرافقوهم مع شويه ديال الحامض. اييه يعطيك الصحه تبارك الله عليك ربي يخليك سناء ربي يخليك.